دايما في 10 الصبح في الاهلي بنهتم جدا ان احنا نتكلم عن الطب النفسي، وتحديدا الطب النفسي الرياضي واهميته، وازاي ده مهم كمان لكل رياضي في العالم، ومش بنتكلم عن رياضه بعينها، لا في كل الالعاب المنتدى اللي بتحصل. ازاي انا بخلي اللاعب بتاعي جاهز نفسيا بعد خساره، بعد اصابه، بعد حاجات كتيره ممكن يمر بيها، حتى حاجات شخصيه زي وانس ان هو يرجع الملعب يبقى بكامل قواه والفنيات تكون عنده والاستعدادات وغيره. في تفاصيل كتيره جدا خلينا نعرفها من خلال فقرتنا مع ضيفنا دكتور محمد صفي الدين، استشاري الاعداد النفسي الحياتي للمنتخبات القوميه. بونجور يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الفل. ايه الملف والله مهم جدا. سعداء بوجودك معانا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. منور 10 الصبح في الاهلي. ربنا يخلي حضرتك. طيب دلوقتي اظن احنا مش محتاجين نتكلم اكتر من كده عن اهميه الطب النفسي والتاهيل النفسي في الرياضه بشكل عام. ومع هذا احنا اتاخرنا سنين طويله جدا بالمقارنه بغيرنا من الدول اللي احنا المفروض ان احنا مدركين زيهم اهميه هذا الملف. التاخير ده كان نتيجه ايه؟ ليه؟ كان نتيجه نقص الوعي. كان في عدم وعي كبير باهميه المعد النفسي في الفرق الرياضيه والاتحادات، ويعني ده موجود في اوروبا بقاله سنين طويله جدا. صحيح. من اهم الملفات حاليا الموجوده في معظم المنتخبات الاوروبيه موضوع دور المعد النفسي او الاخصائي التغذيه في بعض الملفات المهمه قوي في الجهاز الفني، احنا متاخرين فيها بزياده. يعني حاليا دلوقتي في معظم الدول في العالم اهم من او من اهم يعني افراد الجهاز الفني اخصائي تغذيه، بيفرق جدا جدا، معد نفسي بيفرق جدا في كل حاجه. حضرتك دايما في البطولات اللي احنا بنشوفها دايما الجمهور بيشوف الكواليس. يعني في بطوله ممكن نكسبها بشكل معين او نخسرها لا قدر الله، لكن الكواليس اللي داخل الملعب اللي بتحصل او في التمرين حضرتك مش بنشوفها او الجمهور مش بيشوفها. صحيح. بسبب الاعداد النفسي. احنا في كم بطولات لعيبه على مستوى العالم بتخسرها بسبب الناحيه النفسيه كارثيه. ورغم ان الموضوع مهم جدا وبيفيد اي حد، بس لازم يكون في وعي وثقافه بيه عند كل بيت وعند كل اسره وعند كل اتحاد وعند كل وزاره. ده مهم جدا 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 وبيفرق جدا في البروجرس بتاع اي لاعب. اكيد. كل ما بنروح لبطوله، كل ما بنقرب بالذات للمستوى الدولي، كل ما الطموح بتاع اللاعب بيزيد، ومعاه طموح الاسره، ومعاه طموح المدرب، ومعاه فالناس كلها في يعني في ناس كتير قوي غير طموح الجمهور اللي بيشكل ضغط في حد ذاته. ده 100%. فلازم يبقى اللاعب بقى ازاي احنا نخليه يبقى مهيئ نفسيا لده، ازاي يفكر بالشكل الصح، ازاي ما يبقاش داخل بيلعب النهارده مثلا بطوله او عنده فاينل واشيل من عقله كل الافكار. صحيح. احنا دايماً محتاجين احنا في حياتنا اخصائي نفسي يعني مش بس رياضيين. والله ملف غايه الاهميه، وناس بتتكسف لحد دلوقتي رغم كل التطور اللي حاصل في الثقافه وغيره، لكن في ناس تقول لك لا انا ما اروحش ازور طبيب نفسي يعني، او بيعايروا بعض ده، مع ان في ناس كتير نعرفها محتاجه واحنا والله محتاجين. بص هم اول حاجه احنا لازم نفصل المصطلحين. في الطبيب نفسي ده اساتذتنا واخواتنا اللي هم خريج كليه الطب، وده ليهم اتجاه خاص بيهم ساعات بنحتاج له، واساليب بقى في العلاج، اساليب مختلفه وغيره. ومش ده اللي بنشتغل بيه مع اللاعبين. وفي اللي هو زي الاتجاه اللي احنا شغالين بيه اللي هو المعد النفسي للرياضيين، اللي هو زي لايف كوتش بمعنى اصح. يعني هو ليه كذا مسمى وليها كذا مدارس، كل مدرسه ليها الشكل بتاعها. كويس. في جزء منه طبعا ليه علاقه بالناحيه الحياتيه او اللايف كوتش، وفي ليه ناحيه من الناحيه النفسيه، وفي بقى الطب النفسي ده اتجاه تاني خالص. ده في حاله فقط ما اذا لو كان اللايف كوتش لايف كوتش فعلا، مش اللي هو واخد كورس وبيطلع. هي دي اللي انا بتكلم فيها، عشان فعلا بقى الموضوع بقى اكتر. بالظبط. لا ده في اعلاميين كده طبعا بلا ذكر اسماء، لكن هم معروفين يعني، هي مش فاهمه حاجه اساسا، هي مش فاهمه حاجه، طالعه تدي نصايح، فهي حاجه يعني عايز اقول لحضرتك صعبه جدا. في معظم دول اوروبيه في الشركات الانترناشونال بعيدا عن الرياضه لازم في حد شغال معاهم له علاقه بالاعداد النفسي للموظفين. للسيلز، للاتش ار، ازاي يتعاملوا مع الجمهور. يعني الموضوع بقى مهم جدا جدا جدا، بيفرق في كل المجالات مش في الرياضه بس. صحيح. حلو قوي. بص بقى خلينا انا وكريم، لان احنا كنا حابين ان احنا معاك في الفقره دي، نروح لامثله يعني نتكلم عن لعيبه دكتور محمد بنفسه مرنهم وعدى معاهم، مش مرنهم فنيا يعني، مرنهم في الشق النفسي وساعدهم وقف جنبهم وعمل الشفت معاهم. ويمكن من الكيسز دي انا عارفه بس ما اعرفش تفاصيل الموضوع، طبعا هنا جوده في البطوله الاخيره الريمونتادا اللي حصلت قبل الاخيره في كاس كي افريقيا، كانت من 10 ايام حاجه كده. في حدود لا لا يعني ده العالم كله اتكلم عن ده والاتحاد الافريقي. خلينا نروح للكيسز كمان اكتر. هنا طبعا يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظها ويبارك فيها ومدعي لها النهارده. لعبة البينج بونج طبعا الاهلي. طبعا هي حاليا في جنوب افريقيا في بطوله العالم للكبار، عندها ماتش النهارده ان شاء الله في دور 32، فربنا يكرمها باذن الله يعني ان شاء الله. هي كانت بتلعب كاس افريقيا، وطبعا كانت بتلعب الفاينل مع دينا مشرف يعني برضه مصريه، نادي الاهلي مصريه وحامله اللقب بقى لها 10 سنين. فكان ماتش كان صعب جدا وماتش فيه تفاصيل كتيره. احنا كنا متفقين من بدري على البلان اللي هنمشي بيها، وكانت ملخص البلان ان احنا ازاي يبقى احنا مركزين في كل بوينت. يعني انا قلت لهنا انسي السكور، انسي المكسب، انسي، انا عايزك تركزي في الاداء.
ركزي بس في اللعب، عينك بس على الكوره، عينك على البرفورمانس بتاعك، هاو تو انجوي. قلت لها انبسطي، هنكسب. قلت لها هنكسب لو جينا بالشكل ده. في نوعين من المكسب، او تو انجوي دي جزء اللي كنت بتتكلمي فيها في الاول. صح. صحيح. طيب كويس قوي، انه يلعب للمتعه، وده في حد ذاته كفيل بانه يوصله لل. ما هي بص، انا دايما بقولها في كل مكان بطلع فيه، ان في جمله بنقولها تنس مايند بريديوس تنس ماسلز. العقل لما بيتوتر العضله بتتوتر، وتنس لايف اصلا يعني. بالظبط. ده مع اي حد. فلما يبقى اللاعب داخل عايز يكسب ويفكر في المكسب، فهو بيقع منه بعض الحاجات. فدايما بشيل من دماغه حته المكسب، هنكسب بس هنكسب بالشكل. او لما يجي لاعب يقول انا عايز اكسب، اقول له اوكي تعال نفكر ازاي، لكن ما تقولش هكسب بس. انت لما بتخش الكومبيتيشن عقلك بيفكر في الميداليه وفي البوديوم وعايز اكسب، فبتنسى التفاصيل. ايوه. فقعدنا نتكلم واحده واحده ان احنا ازاي نبقى مركزين في كل خطوه، في كل بوينت. اهم حاجه انا بموت نفسي في كل كوره. انا ماليش علاقه بالسكور، ماليش علاقه بالحكام، ماليش. انا كنا عاملين حاجه وكنا مضربين على حاجه اسمها العزل. ازاي تبقى احنا عازل نفسي تماما عن كل الاجواء المحيطه. ماتش طبعا كان صعب جدا، في جمهور، فالموضوع فيه تفاصيل، في بعض اللاعبين ممكن يعني يتهزوا من الحته دي. اصل التوجيه سهل لكن التطبيق صعب على اللعب. ما هو ده بقى الفكره. احنا بقالنا فوق 9 شهور الحمد لله شغالين، فده كله احنا عملناه داخل التمرين. اوكي. دي برضه الملحوظه اللي دايما بقولها لنفسي ولكل اللاعبين، ما ينفعش ادرب اللاعب على حاجه قبل البطوله بيوم. طب انت عندك فرق معينه او نوادي بعينها اعتقد ان هي ممكن تبقى بتحتاج دعم نفسي مضاعف بالمقارنه بغيرها؟ انت عندك مثلا زي النادي الاهلي، ايا كان انت بتلعب رياضه ايه، طالما انت لابس تيشيرت النادي الاهلي ده في حد ذاته عبء وحمل ومسؤوليه وحاجات كتير قوي. يكفي بس تفصيله ان انت عندك جمهور مخيف وراك. هل فعلا بتفرق جرعات الدعم النفسي، انجاز التعبير، بتختلف من حاله لحاله او من فرقه لفرقه او من نادي لنادي؟ 100% 100% بتختلف طبعا. رقم واحد حسب اللاعب وثقافته ووعيه بالحته دي. يعني في لاعبين شغالين بقالهم فتره طويله في الاعداد النفسي او بياخدوا اعداد نفسي سواء مع اي حد من اخواتنا اللي شغالين في المجال، فبقى هو فاهم ده. في لعيبه تانية ممكن تبقى داخله النادي الاهلي جديد وفي لحظه بيتخضوا، بيلاقوا الالترز، بيلاقوا جمهور، فبيبقى داخل بيقعد يفكر انا ممكن يتكتب عني ايه، طب ممكن يتقال عليا ايه لو كسبت. دي برضه من الحاجات اللي لازم بنوقفها للاعب، ان انت ازاي تبقى انت داخل عقلك كله ما فيهوش اي ستريس من الناحيه دي. في بعض اللاعبين اللي عندنا مشكله لما ربنا بيكرمه مثلا ويكسب بطوله دوليه، فيجي السنه اللي بعدها يروح نفس البطوله، بيقعد يفكر انا لو ما كسبتش البطوله دي هيتقال عليا ايه؟ انا لو ما جبتش ميداليه تاني. فلازم الحاجات دي بعض الكواليس اللي ممكن اللعيب ما بيحكيهاش. وممكن يبقى بيتمرن كويس جدا وبيعمل اللي عليه، بس هو رايح البطوله وجواه هنا في حاجه. عشان كده في وقت يعني بعض الاوقات قبل البطوله بتكلم مع اللاعب، وساعات ممكن ما اتكلمش في الملعب، انا عايز افرغ بس اللي في عقله. يعني ايه اللي شغلك؟ ايه اللي انت عايز تتكلم فيه؟ تعالى بس نفضي. حضرتك عارف لما انت مثلا حتى في مجال الاعلام لو انا طالع بس لودد بزياده ممكن تبقى قاعد بيبان على الفيس رياكشن. اكيد. فانا ممكن اقعد اتكلم جلسه كامله مع اللاعب اطلع بس كل اللي جواه، سواء ليه علاقه بالرياضه، سواء ليه علاقه بالمخاوف، سواء اللي عنده مشكله بره في الحياه شغلاه. وانس ان احنا بس احنا فرغنا ولسه ما عالجناش، احنا حقينا مثلا 80% من المشكله. لا ده انت خدنا جلسه بقى. يلا بينا. محتاجين نفرغ جامد. يلا بينا. احنا هنعبي لك كراتين. خلينا بقى نروح لنقطه هنا، وازاي قدرت تشفت من ان هي كانت خسران تقريبا 8 جولات. هي هنا الحمد لله كسبت الريمونتادا اللي عملتها. هو كان بيست اوف 5، هي كسبت 2-0 في الاول، وبعد كده دينا قامت كسبه بقى 4-4، بعد كده لعبوا الفاينل. يعني دينا كانت كسبانه 8-3 طبعا، دينا يعني اسم كبير جدا. احنا كان اتفقنا من بدري، وبرده دي حته مهمه، انا كنت طبعا مش عارف ايه اللي هيحصل في الماتش. احنا بنحط دايما توقع عشان لما يحصل اي حاجه اللاعب ازاي يشتغل عليها. فانا كنت مأكد عليها في كل الحالات، لو انت كسبانه او لو انت خسرانه عقلي ما يخرجش بره البوينت. يعني انت كل بوينت احنا لينا استراتيجي بنبدا بيها بشكل معين، في تمرين نفس معين بنعمله قبل كل بوينت، في وقت معين لو انا عايز اطلع رياكشن ايجابي او سلبي بنعمله بشكل معين. يعني انا مش بمنع اللاعب ان هو من يخرج الرياكشن بتاعه، بس بيخرجه بشكل معين ومن غير ما حد ياخد باله. فكنت مركز معاه ان احنا ازاي نلعب بوينت باي بوينت. فلو حضرتك اتفرجتوا على الفيديو في اخر في الريمونتادا اللي حصلت، هي كانت قاعده ثابته، هي مركزه فعلا في البوينت. بدات تجيب 8-4، هي مركزه في البوينت 8-5 لغايه ما وصلت 8-8، بدا الماتش يبدا يطلع، هي قاعده ثابته. معانا صور يا جماعه او حاجه لهنا لو ننزل برده بعد اذنكم في المباراه. فكان في تركيز في كل بوينت، وده اللي بعد لما ربنا كرمنا بالماتش قلت لها احنا جود جوب جدا، جود جوب ان احنا مش كسبنا بس، احنا فضلتي ماشيه على البلان، لان انا مش انا هدفي دايما مش المكسب بس. انا هعمل ايه بعد المكسب؟ صحيح. دايما اللعيب الدولي هو بيخلص بطوله طبعا يقعد 4-5 أيام ويطلع بطوله ثانيه. بالذات في زي التنس تيبل. كان في نقاشات مثلا ما بين الماتشات معاك ولا بس انت اديتها الانستراكشن اثناء الماتش؟ هو مش في وقت وخلاص، هي يعني هي يمكن تذكرت بقى كل ده واستعدت. احنا عاملين سيشن قبل المباراه على طول، لكن جوه الماتش في العاب بنسمح فيها، في العاب غير التنس تيبل ينفع اللاعب يطلع وينفع نتكلم مع بعض.
لكن التنس ما بيبقاش في وقت ان هو اللاعب يطلع ونتكلم او كده. في الفتره الاخيره وده مثال حي للي احنا بنتكلم عنه، فكره الثبات الانفعالي وفكره ان انت تعزل نفسك تماما عن كل الضغوطات المحيطه، من ضمن الامثله اللي فعلا منوره قوي في هذا الاطار في الفتره الاخيره اللاعب طبعا كهربا طبعاً. كان متعرض لضغط استثنائي صح. وضرب من كل الجبهات الى اخره، ولكن احنا شفنا ان كهربا طول الفتره اللي كان هو متعرض فيها للضغط ده هو بسم الله ما شاء الله زي القطر صح. هو ماشي، بل بالعكس كان بيجيد اكتر من قبل كده كمان صح. فهل الحالات دي بتكون معناها ان في دعم نفسي مظبوط اتعمل، ولا برضو داخله في الحسبان طبيعه شخصيه اللاعب؟ ما هو برضو الكاركتر بيفرق او الحاله النفسيه بتاعه الشخص اكيد برضو بتفرق من واحد للتاني. لو بنتكلم على الكيس بتاع كهربا هو مر بضغوط صعبه جدا طبعا ليها دور في الاعداد النفسي، وبشكر طبعا النادي الاهلي ان عمل مبادره جميله جدا في القدم وبدا يبقى عنده متخصص في الاعداد النفسي أي. يعني سمعت ان في الحمد لله حد في الجهاز الفني، فدي مبادره يا رب الانديه كلها تبدا تشتغل عليها. احنا دايما في حاجه بنشتغل عليها، ان انا ازاي احول الويكنس بوينت او المشاكل الضعف اللي عند اللعيب لسترونجست بوينت. فده اللي حصل مع كهربا طبعا، اكيد كان في حد مختص معاه اشتغل معاه ان هو ازاي يحول كل النقط الضعف او الحاجات الاوفر سينك اللي عنده اللي شغلاه لسترونجست بوينت. عشان كده هو كهربا عمل كامباك بشكل اقوى. يعني هو مش كان ثابت بس، لا هو زي ما تقول خلاص احنا، ودي ساعات بفضل الله بنوصل بيها اللاعب ان هو يبقى عنده غل في الحاجه الحلوه، يعني انت عنده مشكله في حاجه معينه فزي يعمل الكامباك في العكس. برضه لازم بيتم ازاي؟ احنا جوه التمرين ساعات بندخل اللاعب في ضغوط. اي ضغط ممكن هيخش فيه في البطوله انا بخلي اللاعب يتدرب عليه جوه الملعب، بدخله في ضغوط معينه. ليه؟ عشان انا مش هاجي اجرب في البطوله. يعني ما ينفعش ابدا اتدرب واشتغل وبتكلم بس مع اللاعب. يعني مثلا ضغط جماهيري، اخطاء تحكيميه بتحطه كان ده كل ده بندخله بطرق مختلفه من غير علم اللاعب. وساعات بنعمله بعلم اللاعب، ليها طرق مختلفه. يعني مثلا الالعاب الفرديه اللي هي الكومبيتيشن، لو بنتكلم مثلا على الكاراتيه. بدي مثال. انا ساعات لما عندي في التصنيف الدولي عندي لاعب وهو مثلا مصنف رقم 4 أو 5 على العالم او وات ايفر تصنيفه، انا ببدا الاول اشتغل على الويكنس بوينت بتاعته واحولها لسترونجست بوينت، ودي بقعد فيها فتره بشتغل عليها من كل المحاور، من الناحيه النفسيه من الناحيه البدنيه من الناحيه الفنيه من كل الطرق، وبعد كده بجيب فايل لكل اللعيبه المنافسين بتوعه ايه القوي عنده وايه الضعيف عنده. حلو. وبعد لما اعمل ده بخلي الكوتش جوه التمرين بتاعه يبدا يشتغل معاه بستايل مثلا اللاعب الفرنسي اللي هو هيقابله مرة بعلم اللاعب، وبعد كده يشتغل بستايل اللاعب الصيني. ومرة تانية يشتغله من غير علم اللاعب، فاللاعب بدأ نزل عارف ان انا هلعب بستايل الفرنسي مثلا، ومرة بستايل الصيني، ومرة تانية هو مش عارف. انا بحطه في كل الاوبشنز. فلما بيجي يلعب في البطولة نفسها هو فاهم ازاي هعمل ايه، او اللاعب ده ايه الحلو اللي عنده اواجهه ازاي. وساعات بنعمل ميكس، يبقى بيلعب يوم تمرين بيلعب مع كذا مدرسة مختلفة او بستايل المنافسين بتوعه من غير ما يبقى عارف. فلما بيغلط جوه التمرين ما عنديش مشكله، دايما بقول للاعب احنا جوه التمرين اغلط براحتك ونعيد تاني، لكن ما ينفعش اغلط في البطوله. ودايما اقول له في البطوله اغلط بس ما تغلطليش اي غلط قديم. يعني روح العب اكسب خالص، اوعى تكرر الغلط. هي دي الحته اللي دايما بنقف عندها. طب دكتور محمد، برضه ممكن تلاقي شخصيات اللعيبه مختلفين طبعاً. في اللي بيستجيب بسرعه، في اللي عنده ايجو شويه، في العنيد، في اللي لا يعترف، اكيد بتقابل كل الانواع. ازاي بتتعامل مع different characters او mentalities؟ يعني حته مهمه جدا اتكلمنا فيها برضو قبل كده، حته ان كل لاعب ليه شخصيه وليه مدخل خاص. يعني في لعيبه مباشره هو جاي وعارف ان عنده محتاج منتل او عنده او محتاج مساعده، فهو بيكون جاي عايز يسمع انت بتعمل ايه الاول، لو اقتنع بيك بيكمل. هي برضو الناحيه النفسيه في جزء بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ليه علاقه بالاقتناع، ان اللاعب يقتنع. يعني ممكن حد يقعد معايا يبقى مش مرتاح، ويقعد مع حد تاني يبقى مرتاح جدا، فدي ليها علاقه بربنا سبحانه وتعالى وان هو مقتنع. كل لاعب ليه مدخل معين. في لعيب بيبان عليه جزء كبير من شغلنا ليه علاقه بالاي كونتاكت والبادي لانجوج. ففي لعيب هو بيتكلم ممكن يبقى بينكر حاجه معينه او مش بيقول الحقيقه فيها او مش عايز يطلع اللي عنده فبيبان. فانا مش بستريس على نفس الحاجه، انا ممكن اخش له من مدخل تاني خالص. في لعيب تاني بقى عايز يتكلم في حاجات معينه بسيطه، وانا ممكن اكون عارف الهيستوري مثلا من مدربه او حاجه، فانا بخش له بشكل غير مباشر. في لعيب ما ينفعش تقول له انت عندك مشكله في 1 2 3، لازم تخش له بمثال من غير ما ياخد باله، ده في لعيب عنده 1 2 3 فالحل كذا. يعني كل حد ليه دخله معينه. وكل فتره لما بتطول شغلك مع اللاعب لازم كل شويه بتفهمه اكتر وبتغير. يعني في لعيبه تحب تواجهها على طول، احنا عندنا مشكله في 1 2 3 وهنعمل 1 2 3. في لاعب تاني لا، لازم يبقى هو بهدوء. في لاعب تاني يبقى هو مش عايز يعرف الناس هو بيفكر ازاي، ودي احنا ساعات بتتعبنا في الشغل شويه. ده اللاعب الغامض بقى، الغامض حتى مع هو الخويط يعني لو محدش فاهمه.
اللي هو بالظبط حتى مع المعد النفسي بتاعه لو لسه في الاول هو بيقعد فتره مش عايز يطلع لك كل اللي جواه وبيقعد يختبرني يختبرك مره واثنين وثلاثه اما الحمد لله بيحصل قبول فبيبدا يشتغل براحته خالص. اوكي. لكن كل لاعب يدخل معانا طبعا. في حاله يعني في حاله الرياضات الفرديه انت بطبيعه الحال بتتعامل مع كل لاعب على حده. طب بالنسبه بقى للرياضات الجماعيه بيكون الدعم النفسي جماعي هو كمان ولا برضو بتشتغل بشكل فردي؟ الالعاب الجماعيه طبعا بنشتغل فيها فردي جماعي. بمعنى ان انا بشتغل ليهم جلسات جماعيه مع التيم ككل وبشتغل مع كل لاعب بشكل انديفيدوال عشان كل لاعب داخل المنظومه ليه مشكله خاصه بيه، ليه فكر خاص بيه. يبقى في وقت بتكلم في جلسه ومثلا من اهم الحاجات ما ينفعش اكون قاعد في جلسه جماعيه واتكلم على حاجه شخصيه للاعب منهم قدام التاني. طبعا. ففي وقت بتكلم حاجات ليها خاصه بالتيم سبيريت نفسه وفي وقت لازم بتكلم بشكل انديفيدوال واللاعب هو اللي بيطلب. يعني اللاعب نفسه لما نعمل جلسه في الاول جماعيه او لما مشغلين مع الفريق ويبدا هو يقتنع فيبدا يبعت لك انا عايز اقعد معاك لوحدي. فتلاقي ان عنده مشكله وممكن يبقى عنده مشكله مأثره عليه في التدريب بتاعه او في البطولات مالهاش علاقه بالرياضه. أوكي. ممكن يكون لاعب مثلا لسه مرتبط جديد وعنده مشكله فبيفكر في الارتباط وفي الجواز. على فكره اقول لك على حاجه على المستوى كمان الدولي مش فقط محليا بنشوف لعيبه اسماء كبيره جدا يمكن منهم كان اشرف حكيمي بعد طبعًا. الازمه اللي حصلت له الشخصيه كتير من الصحف تحدثت ان هو مستوى ليس الافضل وكانوا كمان بيقولوا ان هو ربما يستغنوا عن خدماته طبعا يعني او يمشوه يعني فكتير كان الكلام ده متداول فده فعلا بيحصل مع نجوم عالميين كبار يعني في بعض المشاكل بتاثر على اللاعب بشكل يعني مثلا لو في لاعب بدا عقده هينتهي كمان شهر فهو بيفكر في التجديد وسواء النادي اللي انا فيه هياخدني ولا انا هروح مكان فده لو لسه بقى السيزون بتاعه شغال فداخل بيلعب بس عقله في حاجه ثانيه خالص لو لعب مثلا حد اشتغلنا مع لعيبه كبار متجوزين وعندهم اولاد فممكن يبقى داخل وعنده مثلا ابنه عنده مشكله او تعبان حتى لو تعب بسيط بس هو بيفكر في ابنه لو لسه بقول لحضراتكم دي دايما اللعيبه الشباب اللي لسه مرتبطين جديد فهو داخل بيفكر في الارتباط وعنده مش عارف ايه او لو عنده مشكله لسه في بدايه الريليشن في الاول انا بتكلم ان ممكن نخسر بطوله احنا كجمهور وانت بتحل ده ازاي العلاقات العاطفيه كمان هتدخل كمان في الشق ده هقول لحضرتك على حاجه هي مش معلنه قوي اي لاعب من اللعيبه الكبار انا بكون على لينك بكل الاسره اللي حواليه سواء بعلم وفي وقت من غير علم حلو ده لازم بيتم وفي وقت معين لازم يعني بستعين بالاسره يعني في لعيبه كتير من غير ذكر اسماء كنت شغال معاهم ويبقى هو مسافر بره وانا في البيت عنده اوكي بنتفق اول ما يرجع هيحصل ايه بس هو ما يعرفش ايه اللي بيحصل لازم تكون على لينك بكل حاجه خاصه باللاعب طب برضه في حالات يعني في اوضاع كده استثنائيه اعتقد ان هي كمان بدورها بتحتاج دعم استثنائي يعني بعد ما يكون مثلا سواء رياضه فرديه او جماعيه يكون مثلا اللعيبه مروا بفتره اخفاق خسروا بطولتين ثلاثه ورا بعض داخلين عندهم ماتش مهم او بطوله مهمه والمنافسين كلهم اقوى من بعض يعني في حالات معينه بيبقى فيها حته التحفيز مطلوب بشكل مضاعف حضرتك جبت حته مهمه جدا وخطر جدا. لو في اخفاق يهمني قبل ما اتكلم عن اللاعب الفايبس اللي حوالين اللعيبه. كلها سلبيه بطبيعه الحال. ده اللي بتكلم فيه. الفايبس سواء من الاسره، سواء من النادي، سواء من الاداره، سواء من الاتحاد، بلاش نقعد نتكلم ان انت خسرت وان انت بلاش الفايبس السلبيه. دي رقم واحد. رقم اثنين بلاش نقول انت لازم تكسب الماتش الجاي. بلاش تخلي عقل اللاعب يروح لحته لازم. عشان كده انا دايما بتكلم في حته البرفورمانس وجهه لحته البرفورمانس في بعض الماتشات بتبقى فعلا صعبه عندنا جدا ومثلا الفريق بتاعنا هيلاعب فريق اصعب طول ما انت بتقول له انت هتلاعب فريق صعب انت كبرت له المشكله بس ما فهمتوش يعني ايه صعب فانا دايما بتكلم مع اللاعب ان احنا المفروض نكسب ان شاء الله او عايز تكسب يقول لي بس الفريق ده صعب اقول له صعب في ايه نبدا نحلل ما في حاجه في عندنا بنشتغل عليها تحليل اداء نفس حركي بحلل الاداء نفس حركه حلل اللاعب بتاعي من كل ظروفه الحلو والوحش وحلل الفريق المنافس فلما بحلل الفريق المنافس حتى لو كان صعب بطلع له الحلو والوحش اللي عنده حتى اتكلمنا في النقطه دي في الانترو برضه فكره ان انا احلل المنافس دي مهمه جدا هقول لحضرتك دي اهميتها في ايه لما انا بحلل بدي فايل للاعب اللي قدامي بالنسبه للاعب المنافس ايه الحلو اللي عنده وايه الوحش فكده بيبدا يفكر شويه انا ممكن اكسبه ازاي لكن طول ما انا بقول له انت هتلاعب فريق صعب جدا وقوي هو عمال تكبر له الموضوع وتهوله له بس هو مش عارف طب انا هعمل ايه او لما تقول اللعيب بتاعك لازم تكسب وتسيبه ما انا هكسب هاو دايما لما حد يجي من اللعيب يقول لي انا عايز اكسب اقول له هاو اديني ديسكريبشن ما تقوليش بس انا عايز اكسب اديني الجي بي اس دايما بسميها الجي بي اس اديني اللاين اللي هتمشي عليه فلازم لما تقول له هتكسب قول له من خلال 1 2 3 4 لو انت عملت كده هتكسب كده اوكي فلازم دايما يكون في ديسكريبشن للاعب عشان عقله ما يقفش وبالذات اللعيبه الصغيرين بلاش نديهم مصطلحات انت لازم تكسب او الماتش ده صعب قوي النهارده
انت قلت له قفلت له الموضوع، فهو خلاص اقتنع ان الماتش صعب، فهو بيكون لازم ما بيلعبش. عشان كده ساعات بتلاقوا في لعيبه في الملعب هو واقف في مكانه، واللعيب لما تيجي تتكلم يقول لك انا كنت حاسس ان انا واقف اكني عامل زي الخشبه كده واقف في مكاني مش بتحرك. طب مالك؟ يقول لك انا ما اعرفش، بس هو كان عقله كله بيفكر ان الماتش ده صعب او ان انا هكسب النهارده ورئيس النادي هيكون واقف وهيشوفني او مش عارف مين هيكون بيقعد يفكر هعمل ايه لما اكسب. دي برضه من اخطر الخوف الحاجات. الخوف من ردود الافعال دايما بتبقى عائق كبير جدا امام تحقيق النجاح. بالظبط، لازم الواحد دايماً ما يركزش اصلا في ردود الافعال تماما. وفي وقت معين احنا بنعايش اللاعب ان انت كسبت وقفت على البوديوم والنشيد الوطني شغال، بس ليها تكنيك معين ما اقعدش اقولها له كل شويه، لان هو لو راح معاها من بدري ممكن تعمل له مشكله. تعرف الكلام ده بينطبق جدا على الاكاديميات وقاعده الناشئين والمدارس وغيره اللي هي كره القدم في السن والبراعم وغيره، لان في منظومه دايما او في دراسه تقول لك ان الاطفال دول ما ينفعش تدخلهم ماتشات حقيقيه، لازم كله يبقى ماتشات لا تكسب عادي. صح. في السن ده الرعب ممكن يكون يؤثر من الخساره يؤثر على الاداء، وفي سن انت لازم تبني فيه اللاعب مش تكسره. فدي نقطه مهمه جدا، واتمنى ان هي كمان تطبق على الاكاديميات الخاصه يعني او الاكاديميات عامه لكره القدم. يا ريت حضرتك تتكلمي في حته مهمه جدا وفعلا خطر جدا. احنا عندنا لاعبين صغيرين بسبب عدم وعي الاسره في حته المكسب والخساره، اللاعب لما بيوصل 15 سنه بيبقى عايز يبطل الرياضه. وده بقى مشهور جدا، وتلاقي اللعيب مثلا اول جمهوريه وعايز يبطل. اوكي. ده بقى يعني حالات كتير قوي بسبب ضغط الاسره او بسبب ان هو من صغره لازم تكسب وما ينفعش تخرج، يعني هو خلاص بقى بالنسبه له البطوله او المكسب والخساره بقت حاجه يعني مهمه جدا. وفي عندنا حاجه ثانيه ممكن الاسره تعملها، اللاعب النهارده كسب خلاص يخرج وينبسط والحياه جميله، خسر تلاقي الاب والام ما بيتكلموش لمده اسبوع مفيش خروج والبيت كئيب. يعني في لعيبه تيجي تقول لي الاسره احنا عايش فيه كابه، ده الاهالي اللي عايزه تاهيل نفسي هنا. دي حقيقه، دي حقيقه، شيء صعب جدا. وانا مش بقول ان احنا لازم نوعي كده، الاهل هم اللي محتاجين دعم نفسي في وقت طبعا في فتره كبيره جدا او في وقت مهم جدا الاسره هي اللي محتاجه الدعم النفسي. بالمناسبه برضو خلينا نستغل فرصه وجودك معانا يعني عشان نحاول نفهم الظاهره اللي احنا واخدين بالنا منها من سنين طويله. انت عندك فئه من الرياضيين اللي هم ذوي القدرات الخاصه، صح؟ الناس دول اكتر ناس مشرفانا على المستوى الدولي في كل دوره بارالمبيه بيشاركوا فيها. طبعا. واحنا بنتكلم على لعيبه اغلبهم تابعين لاتحادات تكاد تكون منعدمه الموارد، فبالتالي ما عندهمش اكيد طبيب نفسي او اخصائي نفسي او كذا، ولكن تحسهم هم اطباء نفسهم. ده حقيقه. وبيقدروا يخلقوا الحافز جواهم ويقدروا يطبقوه في معترك البطوله اللي هم بيشاركوا فيها، وغالبا بيرجعوا محملين بالميداليات الذهب من البطوله دي نفسها. ايه سر الظاهره دي؟ هقول لحضرتك قبل ما اجاوب عشان انت قلت حته برضه مهمه قوي. معظم المشاكل النفسيه اللي انا بشوفها وبشتغل فيها سواء ليها علاقه برياضه او بره الرياضه ليها علاقه بحاجه بسيطه قوي اسمها الرضا. الرضا. انا بتكلم بعيدا عن البارالمبيك، انا بتكلم كلنا عدم الرضا، اي حد فينا في اي مجال ما عندوش رضا عن نفسه الموضوع خلاص بقى فيه مشكله. حتى الشيخ الشعراوي في مره قالها، لو حد عنده مشكله لا قدر الله اصابه مرض العلاج بتاعها رقم واحد الرضا، رضيت الموضوع اتحل. طبعا. اللعيبه بقى البارالمبيك يعني اللي فعلا مشرفينا في كل العالم، وكان ليا الشرف اني اشتغلت مع كابتن شريف عثمان في اولمبياد طوكيو. بس الرضا معلش، لان المفهوم ده انا اسفه طبعا، المفهوم ده يحمل شقين، الرضا باللي انا ما اقدرش اغيره ده حاجه، لكن انا لا يمكن ارضى بوضعيه انا فيها او ظروف انا فيها او مستوى انا فيه انا اقدر اغيره بايدي، لا يمكن ارضى واقول خلاص، لان ده يبقى انهزاميه. فرق كبير قوي بين هنا وهنا لو تتفق معايا. معاكي، بس هقول لحضرتك على حاجه. انا كنت بتكلم في الاول في مصطلح الرضا لو حد عنده اي مشكله ما. رقم اثنين اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده اهميه الاعداد النفسي. ما هو اللاعب لما بيجي يتكلم وبيفرغ كل اللي فعله وبنطلع كل حاجه بنبدا نوصل لده. اهم حاجه ان اللي عنده مشكله يقتنع بحلها. انا عندي مشكله وشايف ان هي مش هتتحل. واكتر ناس بتبقى عندها المشاكل دي اللي مخزناها جوه. يعني انا عندي مشكله، طب احكي لي. لا ما انا مش هحكي لك ليه؟ عشان عارف ان مش هتتحل. فوانس ان بدا يحكي وبدا نفرغ الموضوع اختلف. وانا هنا عندي مثال مهم جدا وفرق معانا في الاولمبياد. كان ليا الشرف اشتغلت مع كابتن شريف عثمان، كابتن حبر رضوان يعني اللي شرفونا في اولمبياد طوكيو ونجوم الاولمبياد طبعًا. يعني طبعا وكان اضافه كبيره ليا والله. كمان كابتن شريف قبل الاولمبياد بوقت بسيط جاله اصابه. وانا عرفت متاخر شويه من السبونسرز والراعي، فرحت قعدت معاه. وانا كابتن شريف من الناس اللي انا يعني ببقى مذاكر قبل ما اخش له، هو قاري منتال كويس جدا من الناس الاساطير في المجال. فقعد بتكلم معاه فقال لي انت في ايه؟ هو عارف ان انا عايز افتح معاه الموضوع ان احنا يعني ان شاء الله والاولمبيات وهنلحق، وكانت اصابه كمان في وقت كريتيكال قوي. هو اللي عمل لي جلسه.
هو اللي عمل الجائزه. قال لي فاكر اولمبياد لندن؟ قعد يحكي لي على كل اولمبياد لعبها، فاكر ميداليه الذهب اللي جبتها، وقعد يحكي لي عن ميداليات. قلت له اه. قال لي هو انا يعني كنت كويس؟ قلت له كنت كويس جدا. قال لي ده ربنا. قعد يحكي لي على ربنا وكرم ربنا. فقال لي انا مش زعلان ان في اصابه، ان ربنا اداني كتير. وهو قاعد انا حاسب بكم رضا. انا قمت يعني سلمت عليه وحضنت، كنا حتى في مطعم في مكان عام. المنطق يقول كده، اللي ايمانه قوي بيبقى راضي، وراح وربنا كرمه الرضا لمن يرضى، وربنا كرمه في الاولمبياد. طبعًا انا بتكلم طبعًا. بقى ده فكر اللعيبه الكبيره، ده فكر الوعي. هو بقى مسافر، هو عنده رضا بكل حاجه، فربنا بيكرمه وزياده. فدايما الكونسبت بتاع الرضا عند اي لاعب، عند اي شخص، والله العظيم بيختلف تماما. صحيح. لان انا عندي مشكله ثانيه مع اللاعب اللي بيكسب بطوله 2 3 وفي مره يحصل له اخفاق، فهو مش متقبل ان انا اخسر. ففي لعيبه ممكن تطول شويه بسبب ان انا ازاي انا اخسر، ازاي انا ابقى رقم واحد بنزل. ايوه الفكره. وده حاجه كويسه، ده صحي، ده طبيعي. انت طبيعه الحياه لما ارضى بالهزيمه. انا عشان كده انا مش مع الرضا اللي هو 100%. انا اختلف معاكم شويه يعني، او يمكن هي مش واصله لي وجهه نظرك. انا مش قصدي يعني، انا بتكلم أنا ان هو يقتنع. الرضا في الـ في الـ في الحاجات اللي انا شايف ان انا اقدر اوصل لحاجه احسن، انا اقدر احسن من حياتي، اطور من ادائي، اكسب اكتر. احنا في نفس الاتجاه. انا لن ارضى بالحاجات غير اللي انا عايزاها. هو يمكن يقصد ان الرضا تبقى قاعده انطلاق يتبني عليها. ده اللي قصدي عليه. انا مع حضرتك بس مع الرضا يبقى في تحفيز زي ما انت بتقول شخصي. انا لازم يكون انا راضي، خلاص ربنا حطني في الوضع ده، ما فيش مشكله الحمد لله، ولكن مش هقبل ان انا افضل في الوضع ده. انا هشتغل. وانا ما كانش قصدي كده. انا هقول لحضرتك ده لا، اللي انا قصدي عليه كده متفقين. اوكي متفقين 100%. اللي بيحصل في المجال الرياضي ان في لاعب كان بيكسب، بدا يخسر لا قدر الله في اي بطوله، فبقى عنده عدم الرضا من الخساره. خلاص هنا لازم نوقف بقى في اتجاهين. لازم احنا نتدخل. احنا معاك، احنا كمان مش راضيين على الخساره، بس هنحلها ازاي؟ الفكره ان هو لو ما حلهاش بيتمرن حلو قوي وبيعمل اللي عليه وزياده، يجي وقت البطوله قبل اللعب بيوم بيقعد يفكر في الخساره اللي حصلت في البطوله اللي قبلها، هتتكرر تاني. هنيجي عند حته تانيه، الاصابات. في بعض اللعيبه اللي يجي لهم لا قدر الله اصابه شنيعه جدا، بعد ما يتعالج ويعمل تاهيل ينزل الملعب وهو خلاص جاهز 100%، لما يبقى لسه ما عندوش ثقه في نفسه 100%، وخايف ان الاصابه تتكرر. انا بتكلم ان انت في وقت معين، انا حصل لي رضا الحمد لله، بفكر ان انا ازاي بقى يعني ابقى في بروجرس في الحته دي. لكن لازم يبقى اللاعب يطلع اللي جواه. انا بقى عشان الوقت بيخلص عايز اسالك سؤال اخير. أوكي. الصحه النفسيه هل هي حاجه ثانويه ولا هي حاجه اساسيه في حياه البشر في العموم؟ يعني هل احنا نلجا للصحه النفسيه ولايف كوتشز او اخصائي نفسي او طبيب نفسي كل فتره حاجه ريجولر في حياتنا، ولا حتى لو كل سنه مره، ولا الموضوع لما يتطلب نلجا ليه؟ انهي الاصح من وجهه نظر العلم؟ الاصح ان يعني رقم واحد احنا ممكن ما نلجاش لحد خالص. لو انا دايما بفرغ كل حاجه بشكل بسيط. ما انت بتفرغه مع مين؟ هقول لحضرتك ازاي. واحده احنا ممكن نفرغ مع حد اساسا عنده مشاكل نفسيه اكتر من انا بتكلم من غير ما نلجا لحد. ايه المشكله الاساسيه في كل بيوتنا؟ ان انا بروح الشغل بيبقى عندي مشاكل باخدها معايا وانا ماشي، اروح بيها البيت، اخش البيت عندي مشاكل ثانيه، وتكتر تانية. تكتر اخرج فدايما حاول تفرغ يوميا، حاول تعمل. احنا ايه مشكلتنا؟ مفيش تايم مانجمنت. لازم نرتب اولوياتنا سريعا كده. التفريغ ده للاشخاص العاديين بيجي ازاي؟ حلو. رقم واحد لازم يبقى انت منظم في اليوم بتاعك، وعارف النهارده ان انا مثلا عندي تصوير الصبح، ايه اللي محتاجه في التصوير فقط، ومفروض هجهز 1 2 3. اوكي. عشان عقلي ما يبقاش فيه لود. ايه اللي بيعمل لنا دايما مشاكل؟ ان انت بتروح شغلك فبتفكر في حاجه بعد الشغل، انت عمال ترمي كل حاجه على اللي بعدها. فلو انت قسمت كل حاجه عندك وفرغت عقلك منها الموضوع اختلف. طيب ساعات بنيجي يقول لك احنا باجي انام مش بعرف انام، بقعد افكر في المشاكل عندي. طب انا دايما بقول للاعب اللي قدامي او لاي شخص، قوم واجهها. ازاي؟ ورقه وقلم، اكتب ايه الحاجه اللي شغلاك هنا. طول ما انا بقول انا عارف المشكله اللي عندي بس مش هواجهها، ما تعرفش تنام، اكتب انا عندي مشكله واحد، اكتب الحاجه اللي عندك. في حاجات هتلاقي اسئله الحلول بتاعتها في ساعتها. هو مجرد الكتابه يعتبر تفريغ؟ جزء كبير من التفريغ ان انت طلعت المشكله وشفتها بعينك. اوكي. مش احنا ساعات ولادنا يبقى عنده مشكله فعمال تقول له وهو مش مقتنع؟ لما بيشوفها بعينه. يعني انا دلوقتي مثلا عندي مشكله عائليه ما، حلو، كتبت في الورقه ان انا عندي مشكله مثلا مع فلان مثلا، حلو، او ايا كان، حلو، وشفتها. مجرد ان انا كتبتها وشايف اللي انا كتبته، اول حاجه انت فرغتها. انت فرغت انت فرغت وشفت بعينك. اوكي. هسال نفسي سؤال، هل ليها حل ولا ملوش حل؟ ممكن يبقى الحل بالنسبه لي بسيط، وممكن يبقى الحل محتاج مساعده، سواء مساعده من حد من الاسره، سواء من حد متخصص. وده هدي لحضرتك مثال مهم جدا بيحصل في الرياضه. ان انا ساعات لعيب وبالذات وقت الاولمبياد يكلمني ليله البطوله، احنا خلاص خلصنا جلستنا ورايحين نلعب، يقول لي مش عارف انام، اقول لي انا بكره انا خايف اخسر. اقول له طيب خايف ما اجيبش ميداليه زي الاولمبيات اللي فاتت؟
بسيبه يتكلم، بعد كده اقول له طب اكتب كل الكلام ده. بعد ما يكتبه هدي حضرتك مثال، هو كتب انا خايف اخسر البطوله. اقول له طب ازاي تكسب البطوله؟ يقول لازم اكون متمرن كويس بقالي مثلا على مدار الاربع سنين، لازم اكون عامل الاحمال. اقول له عامل الكلام ده ولا مش عامله؟ يقول لي عامله 100%. هو خلاص هو واجع عقله شاف الحل. اقول له خلاص خش نام حضرتك فاهم انا قصدي ايه؟ يقول لي طب انا خايف اجيب الميداليه. اقول له طب احنا لو فكرنا في الميداليه ونسينا الاداء هيحصل ايه؟ يقول لي هخسر. وممكن افكره ببطوله هو خسر فيها بسبب الحته دي. اوكي. فبخلي عقله يواجه المشكله. في وقت معين بيبقى هو عنده رد على يعني سؤال كاتبه ملوش حل بالنسبه له. فلازم يتدخل المدرب او النفسي او يعني هنا الوقت اللي احنا بنلجا بيه لشخص ثاني خالص. لكن المشكله الاساسيه طول ما انا جوه عقلي انا مش عايز اطلع، وانا عارف المشكله وعارف ان ملهاش حل. هي دي الفكره، ان في ناس مقتنعه ان انا مفيش حل. ده لوحده مشكله. الحاجه الاكيده اللي انت بتعمله ده مهم جدا جدا، واكيد بيبقى له انعكاسات طيبه جدا كانجازات بتتم حقيقه يعني. الحمد لله. فبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. للاسف وقت الفقره بيبقى ليميتد، بس كلام معاك ممتع حقيقه دكتور. ربنا يخليك. اكيد هنتقابل تاني. ملف غايه الاهميه على كل حال. ان شاء الله. نروح فاصل وهنرجع بعد كده نكمل مع حضرتك.